أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا أملك محل مقهى ولا أبيع فيه إلا ما يحله الله، ولكن عندي اشتراك في أحد القنوات الفضائية الرياضية لعرض المباريات الذي قد يجلب الشباب لمشاهدتها، وعندي فيديو أعرض فيه المباريات الرياضية، هل يجوز عملي هذا؟ وإذا كان هذا حرام ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا وسيلة إلى عرض الأشياء الأخرى، لأنك تبي ترغب الناس، هم من الناس يقولون والله هذا ما يكفينا، نبي نشوف الفضائيات الأخرى علشان نجي ونقول للناس تعالوا. فلا تفتح على نفسك هذا الباب يا أخي، لا تفتح على نفسك هذا الباب، لا تعرض الرياضيات ولا غيره، لأن هذا يفتح عليك باب والناس ما يقنعهم هذا الشيء، سيطلبون منك. وبحكم أن الإنسان يحب المال ويحب الريالات سيخضع لرغبات الناس ويجلب لهم ما يريدون، فلا تفتح على نفسك باب فتنة. نعم.